مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماروك فلوكس. اليوم صورت لكم هذا المشروع اللي كيتواجد في سلا على ضفة واد أبي رقراق وقرب من قنطرة الفداء. الأشغال انطلقت فعليا في نهاية 2018 ومن المرتقب تساليف 2022 بتمويل من شركات عثمان بن جلون وإنجاز، شركة مغربية وأخرى بلجيكية، وتصميم مهندسين إسباني ومغربي. باختصار، هذا البرج غادي يتكون من 51 إيطاج وطول 250 متر، وغيتكون من مكاتب وشقق سكنية وأوتيل فاخر في إطار برنامج الرباط مدينة الأنوار. وفي الأخير ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناة.